العامة. هالوصية اللي أوصى بها ولده وأهل بيته ومن بلغه هذا الكتاب. ومن بلغه هذا الكتاب من هم؟ أنتم شيعته. قال عليكم بتقوى الله. أنا أقرأ النص حتى لا يسقط حرف واحد منه، لأن كلام أمير المؤمنين كلام مقدس، ومن ضمن المفطرات في الصوم الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة. أوصيكم بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء من أزوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجل، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكم وجميع ولدي وأهلي ومن بلغوا كتابي، أي أنتم يا شيعة، بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام، فلا تغضوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم، ولا زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. الله الله في بيت ربكم، فلا تخلوه ما بقيتم، فإن لو إن ترك لم تناظروا. الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله، وعليكم بالتواصل والتبادل، وإياكم والتدابر والتقاطع، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم التفت إلى أبنائه وقال: يا أبناء عبد المطلب، لا ألفي أنكم تخوضون دماء المسلمين خوضا وتقولون: قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي. فإذا أنا مت من ضربتي هذه فضربة بضربة، ولا يمثل بالرجل حنانك يا أمير المؤمنين على